علاش تو كثر الطلاق وكثر ما نعرفش شنيا، خاطر قبل ما كناش نسمعوا بالطلاق. خاطر حقوق المرأة وحقوق ما نعرفش شنيا، حقوق ما نعرفش شنيا، فهمتني؟ وحل خويا عينين المرأة وحقوق المرأة، والراجل ديما بالشلبوق صاحبي، فهمتني؟ في الدار خويا، في الدار خويا تعطيها قدرها المرأة، فهمتني؟ سمحني لحظة، تعطيها قدرها خويا، تعطيها قدرها تجيب عليك الماء، تمشي معاها برجلة العكس نتاعك ديما، فهمتني؟ بصفة عامة، فهمتني؟ المرأة توا خويا عينيها محلولة من الآخر، ما تحبش المرأة، المرأة التونسية ما تحبش الرجلة، حاشا الماء يستاهل، حاشا ربك عبيت متخبين، تكثر خادمين، قلت لك جماعي، فهمتني؟ هذاك علاش؟ وين الوصول؟ خطب أربع مرات، خطب أربع مرات، وملك مرة صاحبي. شبيك يا معلم؟ ويني ويني بنت الحلال؟ يا بنت الحلال وينك يا بنت الحلال؟ يا معلم وين يا معلم؟ ما عادش توا سيد تونس؟ نينتي باي باي تونس. اسمع، شنو تفسير بنت الحلال بالنسبة ليك؟ شنو بنت الحلال؟ تكون متربية، تحترم رجلها، تقدر رجلها، تكون محافظة، فهمتني؟ أما مش أنت تمشي تخدم وهي الله أعلم، من غير ما نحكوا في التفاصيل، انت تحكي معها كلمه في معناتها حاجه صحيحه، ليه وعليش تمرر لك العيشه نتاعك؟ علاش انا ماخذ مراه باش نرتاح باش نستقر ولا باش تمرر لي عيشتي؟ مش لازم اعرس.